تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، متتبعي قناة ميدوكس للتربية والتعليم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات. حصتنا اليوم سنخصصها لنموذج امتحان إقليمي للدورة الثانية لنفس المادة، بمعنى أنه لن نقوم بدرس ما، وإنما سنعطيكم نموذج لامتحان ستقومون بإنجازه في المنازل قبل أن تشاهدوا الحلول، ثم فيما بعد ستقارن حلولكم مع الحلول التي نقدمها في هذا المقطع. ستجدون كذلك في هذا المقطع مجموعة من الآليات التي تمكنكم من الإجابة بطريقة صحيحة عن امتحان إقليمي للدورة الثانية لمادة الرياضيات. إذن فعلى بركة الله نبدأ بتعريف بامتحان الرياضيات، ما هي عناصره وما هو تنقيطه. إذن قبل أن نتطرق إلى الامتحان، لابد أن نتحدث قليلا عن الامتحان الإقليمي للدورة الثانية لمادة الرياضيات، يعني ما هي مجالاته وما هي الأسئلة الممكن طرحها في هذا الامتحان. الامتحان الإقليمي للمستوى السادس لمادة الرياضيات هو منقط على 40 نقطة، 40 نقطة بالضبط. ينقسم هذا الامتحان إلى 3 مجالات. المجال الأول الأنشطة العددية، 16 نقطة. المجال الثاني هو الأنشطة الهندسية، 11 نقطة. ثم المجال الثالث هو أنشطة القياس، 13 نقطة. بالنسبة للأنشطة العددية، فالمجالات الفرعية التي توجد في هذه الأنشطة العددية هو العمليات الأربع في الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية، يعني إجراء حسابات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية باستعمال التقنيات الاعتيادية. العمليات الأربع تعرفونها جميعا، هي المجموع، هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. ثم مقارنة وترتيب الأعداد، مقارنة وترتيب الأعداد، يعني ترتيب من الأكبر إلى الأصغر أو من الأصغر إلى الأكبر إلى آخره، والمقارنة نحدد الأكبر والأصغر إلى آخره باستعمال الرموز بطبيعة الحال. العمليات الأربع في الأعداد الكسرية، يعني هنا القيام بعمليات أو حساب مجموع وفرق وجداء عدد أو قسمة عددين كسريين. وممكن أننا نجد في أغلب الأحيان نجد أعداد كسرية مختلطة مع أعداد عشرية مع الأقواس، وهذا ما سنراه في دروس أو في مقاطع لاحقة إن شاء الله. ثم أخيرا المسألة، المسألة هي بخصوص تخص التناسبية، تخص التناسبية، يعني استعمال معامل التناسب، استعمال معامل التناسب في حل مسألة، مثلا السعر، الفائدة، السرعة المتوسطة، سلم التصاميم والخرائط، الكتلة الحجمية، النسبة المئوية إلى آخره. نعم، هذا بالنسبة للأنشطة العددية. الأنشطة الهندسية، المجال الفرعي الأول هو إنشاء الزوايا بمعرفة قياساتها، يعني إنشاء زاوية بمعرفة قياسها، وذلك باستعمال أدوات الهندسية المناسبة اللي هي ماذا؟ نعم، المسطرة، قلم الرصاص، والمنقلة. نعم، ثم المجال الثاني هو إنشاء الأشكال الهندسية الاعتيادية، بمعنى إنشاء شكل هندسي اعتيادي، مضلع، رباعي، مثلث، دائرة، بمعرفة مدى قياسات مكوناته، الأضلاع، الزوايا، الشعاع، وذلك باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة. ثم المجال الفرعي الثالث هو التماثل المحوري، يعني إنشاء مماثل شكل هندسي اعتيادي معلوم، مثلث أو رباعي، بالنسبة لمحور التماثل، وذلك باستعمال التربيعات. هنا في الامتحان سيعطونكم تربيعات، شكل فيه تربيعات وفيه شكل هندسي اعتيادي معلوم، يقدر يكون مثلث أو يقدر يكون رباعي إلى آخره. والمطلوب منكم أنكم ترسموا مماثل ديالو بالنسبة
لمحوري تماثل حتى هو سيتعطى لكم. ثم اخيرا المساله هي المساله بتهم بالخصوص مساحات المضلعات الاعتياديه والقرص. حل المساله بحساب مساحه بعض المضلعات الاعتياديه المثلث المربع المستطيل المعين متوازي المستطيلات او شبه متوازي عفوا الاضلاع او شبه منحرف وكذلك القرص. انشطه القياس هناك مجالين فرعيين. المجال الاول هو اجراء تحويلات على وحدات القياس على وحدات الطول الكتلة المساحة السعة والحجم. بمعنى هنا أنه التلميذ يجب عليه أن يكون ضابطا لخمسة جداول أربع جداول تناسبية: جدول الطول، جدول الكتلة، جدول المساحة، ثم هنا الجدول الأخير الذي يجمع جدولين هما السعة والحجم. سنرى ذلك في التصحيح إن شاء الله. المجال الفرعي الثاني هو المسألة تتعلق غالبا بحجوم المجسمات الاعتيادية، يعني حل المسألة بحساب حجوم بعض المجسمات الاعتيادية كمثلا المتوازي المستطيلات، الأسطوانة أو المشور، الأسطوانة القائمة أو المشور القائم. إذن هذه فقط نبذة عن الامتحان الإقليمي لمادة الرياضيات. الآن سننطلق في هذا الامتحان الذي ستجدونه في الوصف، تجدون رابطا في الوصف يمكنكم من تحميله، وعندما تحملون ستقومون بالإجابة عن أسئلة كل مجال، يعني الأنشطة العددية لوحدها، ثم ستجدون الأجوبة، وبعد ذلك الأنشطة الهندسية ستجدون كذلك أجوبتها فيما بعد، ثم أنشطة القياس ستجدون أجوبتها فيما بعد. المطلوب منكم هو أنه عندما مثلا نتطرق للأنشطة العددية ونقرأ الأسئلة ستقومون بإيقاف المقطع، تنجزون الأسئلة وتقومون بالإجابة عن جميع التمارين، ثم فيما بعد تقارنوا أجوبتكم مع أجوبتنا. النموذج الذي سننجزه اليوم هو خاص بإقليم ترودانت ودورة يونيو 2019. كما قلت ستجدون رابطا في الوصف يمكنكم من تحميل هذا النموذج لتقوموا بإنجازه على دفاتركم. ننطلق على بركة الله في الأنشطة العددية. أسئلة الأنشطة العددية هي أربعة. سؤال أول: رتب الأعداد الآتية ترتيبا تناقصيا من اليسار إلى اليمين. يعني هنا أن نقوم بترتيب هذه الأعداد من ماذا؟ جيد، تناقصيا يعني من الأكبر إلى الأصغر. الرمز الذي سنستعمله هنا ما هو؟ نعم، حسن، أكبر من، جيد. السؤال الثاني: ضع وأنجز العمليات التالية. ضع وأنجز، هذا السؤال يتضمن محورين أو يتضمن تعليمتين. التعليم الأولى ضع ثم أنجز، هنا الوضع أولا ثم الإنجاز. العمليات أمامكم هنا عملية قسمة، عملية هنا طرح، وعملية جمع، ثم هنا عملية ضرب. السؤال الثالث: أحسب واختزل إن أمكن. تقومون بحساب واختزال هذه العملية. هنا بين قوسين 1 على 2 زائد 4 على 7 الكل مضروبة في، بين قوسين 3 على 2 ناقص 2 على 3 كم تساوي. ثم أخيرا مسألة: وضع شخص مبلغا من المال قدره 5200 درهم في بنك بسعر 6%، ما هي الفائدة التي سيحصل عليها بعد سنة وعشرة أشهر؟ نعم، كما لاحظتم، إذا قمنا بجمع هذه النقط فسنجد 16 نقطة. إذن المطلوب منكم الآن هو أن تقوموا بإيقاف هذا المقطع وتنجزون هذه التمارين ثم تقارنوا فيما بعد. إذن نلتقيكم فيما بعد. إذن سنتطرق إلى تصحيح الأنشطة العددية. نبدأ بالسؤال الأول: رتب الأعداد الآتية ترتيبا تناقصيا من اليسار إلى اليمين. 4.7،
14 على 3 41 4.01 407. المطلوب منا أن نرتب هذه الأعداد ترتيبا تناقصيا. يمكن أن نقول تناقصيا، قد نجد في بعض الأحيان تنازليا، وقد نجد في بعض الأحيان من الأكبر إلى الأصغر. الرمز الذي سنستعمله هنا هو ماذا؟ جيد، هو أكبر من. ماذا تلاحظون بالنسبة لهذه الأعداد؟ هل هذه الأعداد من نفس الطبيعة؟ لا، بطبيعة الحال هي أعداد مختلطة، مختلفة الطبيعة. هذا عدد عشري كسري صحيح طبيعي، عشري صحيح طبيعي، إذن هذه الأعداد هي مختلطة. بالتالي لكي نقوم بترتيبها لا بد أن نجعلها من نفس الطبيعة. إذن ماذا سنفعل هنا؟ أحسنتم، أول شيء سنقوم بتغيير هذه العددين 14 على 3 والعدد 41 والعدد 407، كلها أعداد سيقوم بتغييرها إلى أعداد أو تحويلها إلى أعداد عشرية. 14 على 3 كيف نحول العدد العشري؟ نقوم بماذا؟ نعم، نقوم بقسمة 14 على 3 وسنجد قيمة مقربة التي هي 4.666 إلى آخره، لأن هنا هذه العملية تتوقف، ولكن نحن يمكننا أن نتوقف عند رقمين بعد الفاصلة، لأن هنا لاحظنا أن هنا لدينا رقمان بعد الفاصلة. ثم العدد 41 هو عدد صحيح طبيعي، لكي أحوله إلى عدد عشري أضيف فقط الأصفار 41.00. ثم 407 بنفس الطريقة 407.00. هذه العملية نقوم بها في المسودة ولا نقوم بها في ورقة الامتحان. الآن اتضح لنا الأمر، كيف سنقارن هذه الأعداد أو كيف نرتبها؟ نعم، إذن سنقارن أولا الأجزاء الصحيحة 4, 4, 41, 4, 407. ما هو العدد الأكبر؟ نعم، هو 407. ما الذي يليه؟ أحسنتم، 41 نكتبه كما وجدناه في الأول، 41 هكذا، 41. ما الذي يليه؟ ماذا تلاحظون هنا؟ نفس الجزء الصحيح 4, 4, 4. إذن عندما يكون نفس الجزء الصحيح ننطلق أو نذهب إلى الجزء ماذا؟ العشري، ولكن كيف؟ جيد، رقما برقم. رقم 10 هنا 7, 6, 0. ما هو الأكبر؟ نعم 7 بطبيعة الحال، إذن العدد الأكبر هنا هو 4.7. ما الذي يليه؟ نعم 4.66 إلى آخره، ولكن لن نكتبه هكذا 4.66 من قيمة المقربة، سنكتبه بالكتابة الكسرية 14 على 3، نكتبه هكذا. ثم أخيرا 4.01. السؤال الثاني، ضع وأنجز العمليات التالية. هنا لديكم في هذه العمليات، هنا لدينا 4 عمليات وليس 3 كما يتبادر الذهن في الأول. هنا عملية ضرب، عملية قسمة، وهنا عمليتان، عملية طرح ثم عملية جمع. إذن سنبدأ بعملية القسمة. القسمة كما تعلمون الوضع العمودي يحتاج إلى سطران، سطر أفقي وسطر عمودي. هنا نضع المقسوم وهنا نضع المقسوم عليه. لدي ماذا؟ لدي رقمان، أخذ رقمين. 25 كم فيها من 69؟ 0 طبيعة الحال. نعم أكتب 0 هنا، ثم أقوم بعملية الضرب. 0 في 69 هي 0، ثم هنا الطرح. 25 ناقص 0 تساوي 25 طبيعة الحال. أنزل بماذا الآن؟ نعم أنزل بخمسة، ولكن أضع الفاصلة لأنني هنا نزلت برقم الأعشار، أضع الفاصلة في الخارج. 255 كم فيها من 69؟
عندما تقوم بالحساب في مضاعفات ستجدون 3. إذن 3 في 69 هي 207. نقوم بعملية الطرح نجد 48. أنزل الآن ب 3. 483 مقسوم على 69 عندما تبحثون في بالمضاعفات باستعمال طريقة المضاعفات ستجدون 7 بالضبط، و 7 في 69 هي 483 ناقص تساوي 0. جيد، ننطلق الآن أو ننتقل الآن عفوا إلى العملية أخريتين. هنا لدينا عملية الطرح، نبدأ بعملية الطرح. الوضع العمودي لعملية الطرح يجب أن يحترم هنا أن نحترم ماذا؟ لأن هنا لدينا عدد عشرية، ماذا يجب أن نفعل؟ نعم، ستكون الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري. لاحظوا هنا الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري. أقوم بعملية الطرح كما العادة، 2 ناقص 7 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل بعشرة واحدة، 12 ناقص 7 هي 5، 7 ناقص 4 تساوي 3، أنزل بالفاصلة لكي لا أنساها، 2 ناقص 5 لا يمكن، ماذا أضيف؟ أضيف 10 وأنزل بعشرة واحدة، 12 ناقص 5 هي 7، 9 ناقص 1 8، 0 ناقص 8 لا تمكن طبيعة الحال، إذن هنا أضيف 10 وأنزل بعشرة واحدة، 10 ناقص 8 هي 2، وواحد ناقص واحد يساوي 0. هذا الفرق سأقوم بإضافته إلى 500.548 هكذا في عملية أخرى. لاحظوا هنا عدد، لدينا عدد عشري سنضيف إليه عدد صحيح طبيعي. ماذا يجب أن نفعل هنا لكي نضع 548 بطريقة صحيحة تحت العدد الآخر؟ نعم جيد، سنضيف أصفار والفاصلة، إذن هكذا نضيف فاصلة وصفرين. إذن نقوم بعملية الجمع، 5 زائد 0 5، و 5 3 زائد 3 زائد 0 عفوا تساوي 3، أنزل بالفاصلة، 7 زائد 8 تساوي 15، أكتب 5 واحتفظ بواحد، 1 زائد 8 9 زائد 4 13، أكتب 3 واحتفظ بواحد، 3 زائد 5 هي 8، وهكذا أنجزت العملية. الآن عملية الضرب، 9764 مضروبة في 8.05، 5 في ماذا؟ نعم في 4 تساوي 20، أضع 0 وأحتفظ ب 2، 5 في 6 30 زائد 2 32، أكتب 2 وأحتفظ ب 3، 5 في 7 35 زائد 3 38، أكتب 8 واحتفظ ب 3، 5 في 9 45 زائد 3 48، إذن هنا شطب على الاحتفاظ. أنتقل للرتبة الثانية وهي الصفر، أضع هنا نقطة والأصفار كلها أصفار، ثم عندما أنتقل للرتبة الثالثة هنا أضع نقطتين طبيعة الحال، ثم أقوم بالعملية، 8 في 4 32، أكتب 2 وأحتفظ ب 3، 8 في 6 48 زائد 3 51، أكتب 1 وأحتفظ ب 5، 8 في 7 56 زائد 5 تساوي 61، أكتب 1 وأحتفظ ب 6، 8 في 9 72 زائد 6 تساوي 78. هنا أقوم بعملية الجمع، 0 2 8 زائد 2 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد، 9 زائد 8 زائد 1 للاحتفاظ هي 9 زائد 1 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد، 4 زائد 1 5 زائد 1 أخرى هي 6، أنزل ب 8 وب 7. هل أنهيت عمليتي؟ لا بطبيعة الحال، هذا خطأ شائع يقوم به العديد من التلاميذ في الامتحانات، وهو أنهم ينسون الفاصلة. هنا يتعلق الأمر بضرب عدد صحيح طبيعي في عدد عشري، لا يجب أن ننسى الفاصلة. كيف نضع الفاصلة؟ أحسنتم، نقوم بالحساب، 1 2 نحسب العدد الأرقام بعد الفاصلة، 1 2
هنا لا يوجد أي رقم فاصل بعد الفاصلة، إذن واحد اثنان، نحسب واحد اثنان ونضع الفاصلة. جيد، ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث الحساب والاختزال، لديكم هنا أعداد كسرية بين أقواس. سنقوم أولا بحساب ما بين هذين القوسين ثم ما بين هذين القوسين، ونقوم بعملية الضرب. واحد على اثنان زائد أربعة على سبعة، هذه عملية جمع. عملية الجمع إلى ماذا تحتاج؟ أحسنتم، إلى توحيد المقام، وتوحيد المقام له عدة طرق، من بينها نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر، أو الطريقة التي تعرفونها جميعا وهي الطريقة السهلة، وهي أن نقوم بضرب العدد الأول بسط مقام العدد الأول في مقام العدد الثاني، ثم بسط ومقام العدد الثاني في مقام العدد الأول تساوي. إذن واحد في سبعة سبعة، واثنان على سبعة أربعة عشر، أربعة في اثنان ثمانية، سبعة في اثنان أربعة عشر. إذن هنا أصبح لدينا نفس المقام، نحتفظ بذلك المقام ونجمع سبعة زائد ثمانية تعطينا خمسة عشر على أربعة عشر. نحسب الآن ما بين هذين القوسين، عملية الطرح بنفس الطريقة، الطرح كذلك يحتاج إلى توحيد المقام. إذن ثلاثة في ثلاثة على اثنان في ثلاثة، ناقص اثنان في اثنان على ثلاثة في اثنان تساوي تسعة على ستة، ناقص أربعة على ستة، تسعة ناقص أربعة هي خمسة على ستة. نقوم بتعويض هذه العملية بخمسة عشر على أربعة عشر، وهذه العملية بخمسة على ستة. هنا خمسة عشر على أربعة عشر مضروبة في خمسة على ستة. هل الضرب يحتاج إلى توحيد المقام؟ لا بطبيعة الحال. ماذا نفعل؟ جيد، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذن نضرب 15 في 5 و 14 في 6 تساوي 75 على 84. إذن هنا قمنا بالحساب، لكن تبقى لدينا الاختزال. هل ممكن الاختزال؟ نعم، يمكن الاختزال. بماذا؟ جيد، إذن سنختزل بالعدد 3، 25 في 3 28 في 3، نختزل بثلاثة ونجد 25 على 28. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع عبارة عن مسألة، وضع شخص مبلغا من المال قدره 5200 درهم في بنك بسعر 6%، ما هي الفائدة التي سيحصل عليها بعد سنة وعشرة أشهر؟ لكي نجيب عن السؤال لا بد أن نحسب أولا الفائدة السنوية. كيف نحسب الفائدة السنوية؟ سبق لنا أن تعرفنا على هذا الدرس، وقلنا أنه يجب حفظ هذا الجدول الذي هو جدول تناسبية يتعلق بالرأسمال وسعر الفائدة. الرأسمال دائما هو 100%، الفائدة السنوية هي مقدار سعر الفائدة أو المقدار الناتج عن سعر الفائدة في ظرف سنة كاملة. إذن هنا لكي نبحث الفائدة السنوية، نضرب الرأسمال في سعر الفائدة مقسومة على 100، إذن 5200 في 6 اللي هو سعر الفائدة مقسومة على 100. نختزل هنا بصفرين، صفران هنا وصفران هنا، 52 في 6 تعطينا 312 درهم. إذن هذه فائدة سنوية. الفائدة التي سيحصل عليها بعد سنة وعشرة أشهر، لكي نقوم بحساب هذه الفائدة يجب أن نحول هذه المدة إلى أشهر كلها. سنة وعشرة أشهر بطبيعة الحال هي 22 شهرا، 22 شهرا. إذن سنقوم بضرب الفائدة السنوية في 22 مقسومة على 12، نضربها في 22 مقسومة على 12 لكي نجد الفائدة في مدة سنة وعشرة أشهر تساوي 572 درهم. بعدما أنهينا الإجابة عن أسئلة الأنشطة العددية، ننتقل مباشرة إلى الأنشطة الهندسية.
الأنشطة الهندسية أسئلتها: أولا، أنشئ زاوية قياسها 167 درجة وحدد نوعها. أنشئ مثلثا متساوي الأضلاع قياس ضلعه 4 سنتيمتر. ثالثا، أنشئ مماثل الشكل بالنسبة لمحور E. هذا الشكل الذي تقومون بإنشاء مماثله بالنسبة لمحور E، وهو بطبيعة الحال في الامتحان تكون في ورقة مستقلة تضاف إلى ورقة التحرير. اشترى محمد قطعة أرضية على شكل مستطيل طوله 36 متر وعرضه يساوي ثلث طوله، خصص ربع القطعة لبناء منزل وترك الباقي للحديقة. ما هي مساحة كل من المنزل والحديقة؟ نعم، إذن كما العادة ستقومون بإنجاز هذه التمارين وتقارنون أجوبتكم مع أجوبتنا. إذن نصحح الأنشطة الهندسية ونبدأ بالسؤال الأول. أنشئ زاوية قياسها 167 درجة وحدد نوعها. إذن هنا المطلوب منا في هذا السؤال تعليمتين: إنشاء زاوية بمعرفة قياسها ثم تحديد نوعها. لإنشاء زاوية بطبيعة الحال نحتاج إلى الأدوات الهندسية، والتي هي ماذا؟ نعم جيد، المسطرة والمنقلة. نعم أحسنتم. إذن نقوم أولا برسم الضلع الأول، ثم نأخذ المنقلة ونضع وسطها هنا في الرأس الذي نختاره، سواء هنا أو هنا. إذن سنختار هذا الرأس. لاحظوا المنقلة، منتصف المنقلة هنا على الرأس، والصفر خط الصفر هنا فوق الضلع. ثم نقوم بالحساب من هنا. إذن نتخذ الحساب، اتجاه الحساب من اليمين إلى اليسار وليس من اليسار إلى اليمين كما تفعلون في بعض الأحيان وتجدون وتحصلون على زوايا خاطئة. إذن هنا نبدأ من اليمين لأن الضلع، هذا الضلع اتجاهه هو اليمين. إذن هكذا صفر إلى هنا، نأخذ 167 ونضع هذه النقطة هنا عند 167. إذن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كما تلاحظون، إذن حصلنا على هذا الضلع والنقطة، نأخذ المسطرة نضعها هنا بحيث لنرسم ضلعا من ينطلق من هذا الرأس ويمر من النقطة التي رسمنا. إذا سنرسم هذا الضلع، وفي الأخير في المرحلة الثالثة نحصل على هذين الضلعين اللذين يشكلان زاوية. نرسم هذا القوس ونضع 167 درجة. هنا يجب أن ننتبه، في بعض الأحيان عندما نقوم بتصحيح الامتحان الدورة الثانية فإن الخطأ الشائع الذي نجده هو أن أغلب التلاميذ ينسون كتابة نوع الزاوية. هم ينسون كتابتها، يقومون برسم الزاوية ويظنون أنهم انتهوا، وفي حين أنه لا بد من كتابة النوع، لأن نوع الزاوية منقط بالتنقيط. طبعا إذا كانت لديكم مثلا 3 نقط على هذا التمرين فستكون نقطتان للإنشاء ونقطة واحدة لكتابة نوع الزاوية. إذن هذه الزاوية ما نوعها؟ جيد، هي زاوية منفرجة لأن قياسها أكثر من 90 وأقل من 180. أحسنتم. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني: أنشئ مثلثا متساوي الأضلاع قياس ضلعه 4 سنتيمتر. إلى ماذا سنحتاج هنا؟ نعم أحسنتم، سنحتاج إلى المسطرة وماذا؟ والبركار بطبيعة الحال. المثلث متساوي الأضلاع، أضلاعه كلها تكون كيف؟ نعم متقايسة. جيد، إذن المرحلة الأولى نرسم الضلع أول قياسه 4 سنتيمتر، نأخذ البركار ونضع إبرة البركار في أحد الرؤوس هنا في أحد الجانبين، والجانب الآخر نضع فيه قلم الرصاص الذي يوجد في البركار. ثم في المرحلة الثانية نقوم بتدوير هذا البركار من هنا إلى هنا هكذا، ونرسم قوس في الأعلى، نرسمه في الأسفل، نرسمه في الأعلى، أو إذا أخذ اتجاه آخر نرسمه هنا. إذا نرسم القوس الأول، إذا سنحصل على هذا الرسم هكذا، ثم نقوم بتدوير البركار إلى الجهة المقابلة بنفس الطريقة دون تغيير فتحة البركار. نرسم قوس ثاني، نحصل على هذا الشكل. ثم تبقى لنا أن نقوم بالوصل بين النقط، نضع الضلع الثاني ثم الضلع الثالث، وهكذا حصلنا على
مثلث متساوي الأضلاع. نضع علامات هنا، هذه العلامات تعني أن هذه الأضلاع هي متقايسة. جيد، ننتقل إلى السؤال الثالث. أنشئ مماثل الشكل بالنسبة للمحور E. لديكم هذا الشكل، هو رباعي ABCD. هنا E هذا المحور، هذا المستقيم E، ولدينا هنا التربيعات. لكي نرسم مماثل هذا الشكل يجب أن نبحث عن صورة كل رأس. الرأس A نبحث عن صورته، إذن لكي نجد صورته سنقوم بحساب التربيعات. 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، ونضع نقطة هنا. هذه هي صورة A، نسميها A' مثلا. نفس الشيء بالنسبة للنقطة B، 3 3، إذا نضع هنا B'. نفس الشيء بالنسبة للنقطة C، هنا 1 2 3 4 5 6 7، سنحسب كذلك 7 ونجد C' هنا. ثم D هنا سنحسب، سنجد 10، إذا 10 تربيعات نجد D'. وفي الأخير نقوم بالوصل بين النقط A'B'، B'C'، C'D'، D'A'. ثم نجد في الأخير مماثل هذا الشكل. نعم، ننتقل إلى السؤال الرابع. المسألة: اشترى محمد قطعة أرضية على شكل مستطيل طوله 36 متر وعرضه يساوي ثلث طوله، خصص ربع القطعة لبناء منزل وترك الباقي للحديقة، ما هي المساحة؟ مساحة كل من المنزل والحديقة. ماذا اشترى محمد؟ قطعة أرضية شكلها ماذا؟ مستطيل، أبعاده 36 متر كطول، عرضه يساوي ثلث طوله، خصص ربع القطعة لبناء المنزل وترك الباقي للحديقة. المطلوب منا هو أن نبحث عن مساحة كل من المنزل والحديقة. إذن لكي نقوم بذلك يجب أن نعرف أولا مساحة هذه القطعة. هذه القطعة عبارة عن ماذا؟ عن مستطيل. لكي نحسب مساحة المستطيل لا بد أن نعرف ماذا؟ جيد، الطول والعرض. لدينا الطول هنا والعرض لا يوجد، ولكن قالوا لنا أن عرضه يساوي ثلث طوله، إذن يجب أن نحسب أولا العرض. عرض القطعة هو ماذا؟ ما معنى ثلث بعدد كسري؟ جيد، هو 1 على 3، إذن 36 في 1 على 3 تعطينا 12 متر. الآن يمكننا أن نحسب مساحة القطعة الأرضية. الطول في ماذا؟ في العرض. الطول 36 في العرض 12 يساوي 432 متر مربع. المساحة المخصصة لبناء منزل ما هي؟ ربع القطعة. ما معنى ربع القطعة؟ يعني بالنسبة لهذه المساحة ماذا؟ الربع. حسن، المساحة المخصصة للبيت أو للمنزل هي 432 في 1 على 4 تساوي 108 متر مربع. الآن المساحة المخصصة للحديقة، هنا طريقتان، يا إما عملية ماذا؟ جيد، عملية الطرح، 432 ناقص 108 تساوي 324 متر مربع، أو عملية ماذا؟ أحسنتم، عملية الضرب. عملية الضرب، سنضرب 432 في 3 على 4. إذا ما دام المنزل يشكل 1 على 4 فإن الحديقة تشكل 3 على 4، لكي نجد 4 على 4 التي هي 1. نعم، إذا تساوي 324 متر مربع. أحسنتم، ننتقل إلى المجال الثالث وهو مجال القياس. أنشطة القياس. الأسئلة هنا، تعلمون جيدا أن السؤال الذي لن نجد امتحانا دون أن نجد فيه هذا السؤال وهو التحويلات، والتحويلات هي جد مهمة، لأن النقطة المعطاة للتحويلات هي 10 نقط، 10 نقط في الامتحان. حول إلى الوحدة المطلوبة، إذن هذه التساويات التي سنقوم بتحويلها. ثم السؤال الثاني هو عبارة عن مسألة: مسبح على شكل متوازي مستطيلات
قياس ارتفاعه 3 متر، وقياس بعدي قاعدتهما 15 متر و 6 متر. ما هي كمية الماء اللازمة باللتر لملء نصف هذا الحوض؟ إذن كالعادة قوموا بإنجاز هذين التمرينين، ثم فيما بعد قارنوا أجوبتكم مع الأجوبة التي سنقدم بعد قليل. إذن سنقوم بتصحيح أنشطة القياس. السؤال الأول قلنا هي حول إلى الوحدة المطلوبة. التحويلات هي كالتالي: 2.4 طن 25 كيلوغرام كم تساوي من قنطار؟ 5 متر و 0 سنتيمتر فاصلة 75 كم من ديسيمتر؟ 7.36 متر مكعب و 52 ديسيمتر مكعب كم من ديسيلتر؟ ثم 534 سنتي آر و 18.5 ديكامتر مربع كم تساوي من هكتار؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ماذا سنحتاج؟ جيد، إذن التحويلات، جداول التحويلات طبيعة الحال. هذه الجداول يجب أن تكونوا ضابطين لها، يعني أن تحفظوها عن ظهر قلب، وستقومون برسمها بعجالة في المسودة عندما تريدون إنجاز هذا التمرين دون أن تستعملوا المسطرة، فقط هكذا بعجالة لكي لا تضيعوا وقتكم. إذن سنأخذ التحويل الأول. التحويل الأول يتعلق بماذا؟ بأي قياس؟ نعم، بالكتلة. جيد، جدول تحويلات الكتلة هو هذا. الوحدة الأساسية هي الجرام، أجزاؤها ومضاعفاتها. إذن كيف نستعمل جدول 2.4 طن؟ هنا رقم وحدات ما هو؟ هو 2. جزء صحيح، 2.3 رقم وحدات هو 2. سنضع 2 في الطن هكذا، 2 في الطن، و3 خارج الجدول، ثم 4 في القنطار بدون أن نضع الفاصلة لأننا سنضطر إلى حذفها في الأخير. نعم، إذن نحولها أولا إلى القنطار. ها هي محولة أصلا إلى القنطار، هي فاصلة 0.0 إلى آخره. 25 كيلوغرام، ننتقل السطر الأول. 25 كيلوغرام رقم وحدات ما هو؟ جيد، هو 5. نضع 5 أين؟ جيد، في الكيلوغرام، ثم 2 هنا. سنحولها إلى القنطار. أين هو القنطار؟ ماذا سنضع هنا؟ أحسنتم، إذن سنضع الصفر والفاصلة. الآن سنقوم بأي عملية؟ أحسنتم، سنقوم بعملية الجمع. سنجمع، إذن هنا 5 و0 هي 5، 2 ولا شيء هي 2، ثم أنزل بماذا؟ بالفاصلة. 4 و0 هي 4، 2 ثم 3. إذن 324.25 أضعها هنا في الجواب، نعم في المتساوية. ننتقل إلى التحويل الثاني، المتساوية الثانية. يتعلق هنا الأمر بماذا؟ بأي قياس؟ جيد، بالطول. جدول الطول هو هذا الجدول. لديكم هنا الوحدة الأساسية، أجزاؤها، مضاعفاتها المتر، ثم أجزاء المتر ومضاعفات المتر. 45 متر سنضعها، نضع ماذا هنا؟ أحسنتم، نضع 5 ثم 4. نحولها إلى ماذا؟ الديسيمتر. ماذا سنضع؟ جيد، الصفر، نضع الصفر. ننتقل إلى السطر الثاني، 0.75 سنتيمتر. نأخذ سنتيمتر هنا، ماذا سنضع في خانة السنتيمتر؟ أحسنتم، سنضع الصفر، الجزء الصحيح، رقم وحدات، نعم. ثم 7 هنا و5 في الخارج. نحولها إلى الديسيمتر، إذن هنا صفر والفاصلة. سنقوم بعمل الجمع، إذن هنا سنضيف أصفار لمساعدتنا على الجمع. 0 و5 هي 5، ثم 7، 0، أنزل بالفاصلة، ثم 0، ثم 5، ثم 4. إذن 450.075 أكتبها في المتساوية. ننتقل إلى التحويل الثالث. يتعلق الأمر كذلك هنا هل بالطول؟ لا، بطبيعة الحال. بماذا؟ بالحجم. وماذا؟
والساعة. إذن الساعة هو الحجم. إذا تعرفتم على ذلك في الدروس الأخيرة من دروس الرياضيات، إذن الجدول هو التالي كالتالي. نعم، إذن 7.56 متر مكعب. أين سنكتب 7؟ نعم، إذن في المتر مكعب 7.36، هنا نحولها إلى الديسيلتر. هنا هو الديسيلتر، إذن ماذا سنضع هنا وهنا؟ إذن صفران. جيد، 52 ديسيمتر مكعب، نضع 2 هنا و5 هنا، نحولها إلى الديسيلتر، ماذا سنكتب؟ الصفر هنا. نعم، ثم نقوم بعملية الجمع. 0 2، 6 + 5 = 11، أكتب 1 وأحتفظ ب1، تعطيني هنا 4 وهنا 7. إذن 74,120. نعم، أخيرا المتساوية الأخيرة، ويتعلق الأمر بماذا؟ جيد، بالمساحة. جدول المساحة هو كالتالي، فيه كذلك نوعان من الوحدات. نعم، هنا الوحدات الزراعية، الهكتار آر، السنتي آر. إذن 534 سنتي آر، هنا ماذا سنضع؟ 4 و3 و5، هكذا نحولها إلى الهكتار. إذن كيف؟ الأصفار والفاصلة بطبيعة الحال، ثم 18.5 ديكامتر مربع أضعها هنا. إذن 8 هنا، 1 هنا، و5 هنا، ثم أحولها إلى الهكتار، 0. أقوم بعملية الجمع. 4 8 13، أكتب 3 وأحتفظ ب1، إذن 2، أنزل بالفاصلة والصفر. إذن 0.2384 أضعها في المتساوية. جيد، نقطة أخيرة لا بد أن تنتبهوا لها جيدا في هذه التحويلات. عندما تجدون متساوية هكذا بدون زائد ولا ناقص، فالأمر يتعلق بالجمع. عندما تجدون مثلا ناقص، فالأمر يتعلق بالطرح. وفي بعض الأحيان قد نجد الضرب، ليس وحدة في وحدة، ولكن نجد عددا مضروب في وحدة. وفي بعض الأحيان نجد الأعداد الكسرية، سنرى هذا إن شاء الله في حصص قادمة. ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو المسألة. إذن المسألة: مسبح على شكل متوازي مستطيلات، قياس ارتفاعه 3 متر وقياس بعدي قاعدتهما 15 و6 متر، ما هي كمية الماء اللازمة باللتر لملء نصف هذا الحوض؟ هذا لدينا مسبح شكله ماذا؟ متوازي مستطيلات، قياس ارتفاعه 3 متر وقياس بعدي قاعدته، يعني طول القاعدة وعرضها 15 و6 متر. لكي نحسب كمية الماء اللازمة لملء هذا الحوض كاملا، يجب أن نحسب حجمه أولا. ولكن هنا السؤال نصف الحوض، إذن سنحسب أول الحجم ثم نقوم بعملية أخرى سنراها. إذن أولا، حجم المسبح هو ماذا؟ كيف نحسب حجم هذا المسبح؟ هو عبارة عن ماذا؟ متوازي مستطيلات. كيف نحسب حجم متوازي مستطيلات؟ جيد، الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع، 15 في 6 في 3 تعطينا 270 متر مكعب. نعم، الآن هل نريد ملأه كاملا؟ لا، نريد فقط ملأ ماذا؟ نصفه. نعم، حجم نصف المسبح ماذا سنفعل؟ عندما نقول النصف بعدد كسري ما هو؟ أحسنتم، هو 1/2. إذن سنضرب 270 في 1/2 تعطينا 135 متر مكعب. إذن هذا حجم، ولكن نحن نريد كمية الماء. كمية الماء بماذا؟ باللتر. إذن سعة. إذن ماذا سنفعل؟ جيد، سنقوم بالتحويل. كمية الماء اللازمة هي 135 متر مكعب، سنستعمل جدول التحويلات ونجد تساوي 135,000 لتر. إذن كان هذا آخر سؤال من أسئلة الامتحان. أتمنى لكم التوفيق في الامتحانات إن شاء الله. أشكركم على انتباهكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا بالانخراط أو الاشتراك في هذه القناة، بالتعليق كذلك، وبتسجيل إعجابكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.